وأتمنى أيضا فعليا إذا كان ذلك لا يؤثر على السلم الأهلي، أتمنى أن تتشكل حكومة أغلبية سياسية وتكون هناك معارضة سياسية سلمية بناءة. ولكن هذا الأمر أرجع أقول يحدده الطرف الشيعي الذي سيكون هو الكتلة الأكبر ويسمى بأنه صاحب الكتلة الأكبر، ستعطى الكتلة الأكبر أو ستسمى الكتلة الأكبر من بين النواب الشيعة. وأعتقد وقناعتي الشخصية أنه ربما التيار الصدري هو من سيتولى هذه المهمة. إذا أصروا كما قرأت واستنتجت من البيان الذي أصدره السيد مقتدى قبل يومين أنهم يريدون حكومة يعني موالاة ومعارضة جزئين البرلمان يتحول، وهي خطوة جيدة وصحيحة، عند ذاك أستطيع القول أننا بدأنا بالشروع الحقيقي في إصلاح مفاسد النظام السياسي ومفاسد الدولة. ما كلما كانت هناك معارضة قوية كلما قامت الحكومة بإداء دولها. طيب إذا كانت هذه هي دعوات السيد الصدر وهذه هي أمنياتكم أيضا بحكومة من هذا النوع، من يمتلك القدرة والمقدرة على فرض أو قبول القوى الأخرى بشكل لدولة من هذا النوع؟ من يقبل؟ يعني أنا على المستوى الشخصي كنت ولا زلت أدعو أن لا يتدخل الكرد والسنة في تقوية أي فريق شيعي على الفريق الآخر بسبب قلقي على السلم الأهلي. لو لا يوجد تهديد على السلم الأهلي لدعوت الكتلة التي أنتمي إليها وأقصد تحالف عزم بأن يكون لنا موقف، أما أن نقرر أن نذهب إلى الموالاة نشارك بالحكومة أو نذهب إلى المعارضة. ولكن للأسف أقول، وأحنا طبعا اتجاهنا الرئيسي في عزم أن نكون جزء من الحكومة، وأعتقد كل أحد المكون السني يريد من النواب أن يكونوا جزء من السلطة وليس جزء من المعارضة، لأنه عندهم الكثير من الهموم والمشاكل وعوامل القلق التي تجعل جمهورهم دائما بحاجة إلى من موجود في السلطة. ولكن قلقي على السلم الأهلي لأن الطرف الآخر الإطار التنسيقي، لأنه موجود به طرف يحمل السلاح ويلوح به أحيانا، فأنا أعتقد يعني إذا كان ثمن الذهاب باتجاه يعني حكومة طولية فريقين معارضة وموالاة، إذا كان ثمن ذلك هو صدام شيعي شيعي، فنحن يمكننا أن نؤجل هذه الأمنيات والحلم. ولكن إذا قرر الفريق الذي لا يشكل الحكومة سواء التيار الصدري أو الإطار التنسيقي، إذا قرر أن يحتكم إلى العملية الديمقراطية وليس إلى السلاح ولا يهدد، فسنكون نتمنى فعليا أن تتشكل مثل هذه الحكومة. ولكن إذا العكس، لا خلونا نأجل حلمنا فد كم سنة. هذا أقصد به حلم أن الفائزين يصيرون ناس بالمعارضة وناس بالحكومة. ماشي.